قبل أيام وجهت الحكومة المصرية وبإشارات رئاسية بتفعيل ذلك القانون وتدوين اختيار التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في بطاقات الهوية. احنا عايزين بقى ناخد خطوة زيادة ونقول اللي احنا هنعملها كمان في الرقم القومي. الرقم القومي المصري في خانة تقول أرغب أو لا أرغب التبرع فقط، وكل واحد حر. الأرغب محترم ونحترمه جدا، واللا أرغب بنحترمه جدا، وده آراء شخصية وبتتطور مع الوقت. من المهم أن تكون هناك قناعة مجتمعية بأهمية التبرع، بمشروعية التبرع، وبأن التبرع بعد الوفاة هو حفاظ على الحياة، وأن الأديان الواحد من أهم ما جاءت ونادت به هو الحفاظ على الحياة، وبالتالي التبرع هو جزء هام جدا من الحفاظ على حياة المتبرع له، وأن المتبرع بعد الوفاة قد انتهت حياته يستطيع أن يستكملها من خلال إحياء آخرين.